في 11 من يناير 2016 وفي ببيروت اليوم. هل كنت تعلم أن الفطر يقتل بكتيريا السالمونيلا والإيكولاي؟ بين المعلومة الخاطئة والمعلومة الصحيحة، معلومات قد تذهلكم عما تأكلون. تعانين من تصبغات جلدية؟ ابقي معنا، نصائح قد تفيدك. تسريحة مبتكرة وأطلالة الروك ستايل. وما هي آخر صيحات مكياج 2016؟ وما هو مكياج يارا المعتمد في عام 2016؟ وغيرها الكثير من المواضيع، وتترافقون اليوم مع نانسي ياسين، ساشا دحدوح، ونيفين سكايكي. سوا على الموعد وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يسعد لي مساكم جميعا دائما على قناه روتانا خليجيه وشاشه ال بي سي، وبرنامج واحد نجتمع فيه نحن وزملائي وضيوف كتار، تقارير وفقرات مميزه مترافقه فيها لمده ساعه ونص من الوقت. اهلا وسهلا نيفين ونانسي. مساء الخير ساشا، وبدوري اكيد بمسي بالخير كل المشاهدين. بس اسمعك عم تقولي يسعد لي مساكم، بحس هيدي لك بس حتى دائما بنلاقيها موجوده على سكريبت. اكيد تحيه كثير كبيره لكل اللي انضموا لنا عبر شاشة ال بي سي وروتانا خليجية، واليوم حلقتنا بتهم كل امرأة عم بتتابعنا، فان شاء الله هيك بتمضوا هالساعة ونص من اجمل وامتع الاوقات. واكيد انا بدي ارحب فيك يا نانسي، وبدي ارحب فيك يا ساشا، وبدي ارحب بكل اللي عم بيتابعونا اليوم. واليوم ساعة ونص من الوقت كمان رح تجمعنا نحن وياكم، فعلى امل تكونوا كتار على هالموعد لانه في فقرات عديدة ومميزة بانتظاركم. بيرفقونا باول جزء بلقائنا الاختصاصي بالعناية بالبشرة ومكافحة الشيخوخة كارول زمرود. اهلا وسهلا كارول. اهلا فيكم صبايا، اليوم كيفكم؟ منيح؟ ملا خمسة، أربعة صبايا. هل كيف خمسة؟ وخبيرة التغذية هلا عقيق، أهلا وسهلا فيك هلا. ماشي، أهلا فيكم. أهلا شو رح نحكي؟ هيك مجموعين فيكم سوا. اليوم رح أحكي عن السوبر فودز، هالقطعمة يلي لازم نعرف عنها كرمال تكون موجودة كل يوم بحياتنا اليومية للمنافع الصحية اللي بتقدم لنا إياها. أوكي، وكرال؟ اليوم رح نحكي عن علاج العلبة البيضاء الوايت بوكس اللي صار موجود، وبيعنا كيف بنقدر نشيل التصبغات بغير طريقه، غير القشر وغير الليزر. صار في شيء جديد، في اشياء بتنعمل بالعياده وفي اشياء بتاخذهم مع السيده او الرجل اللي بيعاني من التصبغات على البيت. هلا رح نشوف العلاج كامل ومتكامل. بدك تكشفي لنا كل شيء اليوم، كل شيء، مش انه شيء مخبى مثلا نتركه لبعدين. لا لا، كله بدنا نحكي عنه. بكشف كل شيء. اوكي. خلينا نبدا مثل العاده مع صوره اليوم، وصوره اليوم لاسطوره الروك ديفيد بوي اللي غادرنا اليوم عن عمر 69 سنه من بعد صراع مع مرض السرطان. الفنان البريطاني ديفيد بوي عرف شهره كبيره بالسبعينات، ونباع حوالي مليون، عفوا 140 مليون نسخه من البوماته بجميع انحاء العالم، وحاز خلال مشواره الفني على عده جوائز قيمه، ومن بين جائزه الجرامي للانجاز مدى الحياه اللي حصل عليها عام 2006. كمان الفنان احتفل بعيد ميلاده ب 69 من خلال طرح البوم غنائي جديد بعنوان بلاك ستار، واشادوا النقاد باحدث اعماله الفنيه بعد مشوار طويل حافل بالابداع. فعلا هيدي خساره كثير كبيره بعالم الفن والاغنيه بالعالم، ومثل هيك اشخاص ما بيتكرروا. ومن صورة اليوم ننتقل لمقولة اليوم، وأول مقولة بتقول أنه الاعتذار عن الخطأ ما بيجرح كرامتك إلا أنه بيجعلك كبير بنظر من أخطأت بحقه. فهي المقولة أنا من محبينا، لأنه ما في أحلى من أنه الإنسان يتصالح مع نفسه. إذا عرف حاله غلطان
هيدي من الشجاعة انه يعتذر، وحتى كمان اذا ظلم شخص وكان هو غلطان كمان اريح له واحسن له انه يعترف وايضا هيك خاصة يعتذر. مع بداية السنة كمان ياما في اشخاص بدون قصد كمان جرحتيهم، ومواقف كثيرة بالحياة ممكن نتعرض لها، بس عن جد الاعتذار بده قوة. صح، مش سهل كمان تسامحي شخص عن شيء هيك قضية يمكن بحياتك، بس بالنهاية الاعتذار فضيلة. صحيح، يعني والاعتذار من شخص يعني غلطانة معه قد ايه بيريح لك نفسيتك بعد هال يمكن التوتر اللي بتعيشيه أو الشجاعة اللي بدك إياها، قد ايه بتحسي حالك تصالحتي مع نفسك طبعا. فهيدي كانت أول مقولة. أما ثاني مقولة فما تسمح ما تسمح للعالم بأنه يغيروا ابتسامتك، بل خلي ابتسامتك هي تغير العالم، وهيدي شغلة يمكن عم نعيشها كل يوم، مرات بنشوف طاقات سلبية حوالينا بتكون انت شخص مرح او هيك بضلك مبتسم، واي تسارع صح بيعدوك بطاقتهم السلبيه، فبالعكس اذا نحن طاقتنا الايجابيه هي مين بيعدي اسرع بتقولوا الضحكه ولا الديبرشن؟ ديبرشن توصل هيك السلبي دائما السلبي دائما الاشياء النيجاتيف، لانه نحن مرات بنلقط النيجاتيف اكثر من البوزيتيف. صح، بس بدنا نحاول انه نغير هالاشياء، كل شيء موجود هون بالراس. في مقولة بتقول إذا بدك تعلي هرمونات البسط وتضلك على طول بوزيتيف ما عم تقدري، عم تضلك في أشياء سلبية بحياتك، حطي قلم وعدي عليه كل النهار، فعقلك بفكر إنك عم تبتسمي، بتكونك كأنك عم تخدعي العقل. صح، بطريقة هيك معينة. أما هلا بننتقل إلى تقرير مين حصل على جائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل ممثلة وأفضل مخرج بحفل جولدن أورد لعام 2016، تقرير يلقي الضوء. تنافس عدد من النجوم للفوز بجائزة جولدن جلوب 2016 ما بين أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل فيلم أنيميشن وأفضل مسلسل. أفضل ممثل في فيلم درامي كانت من نصيب ليوناردو دي كابريو عن فيلم The Revenant. أفضل ممثلة في فيلم درامي كانت لبري لارسون عن فيلم روم. وجائزة أفضل مخرج كانت لأليخاندرو غونزاليس عن فيلم The Revenant أيضا. جائزة أفضل تأليف كانت من نصيب آرون سوركن عن فيلم ستيف جوبز. أفضل ممثل مساعد كانت لسيلفستر ستالون عن فيلم كريد. كيت وينسلت حازت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم ستيف جوبز. أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي كانت للممثل مات ديمون عن فيلم The Martian. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway. We've got an incoming message. أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي كانت لجينيفر لورنس عن فيلم جوي. كما وحاز فيلم The Martian على جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل فيلم رسوم متحركة كان لفيلم Inside Out. Who's the birthday girl? يعني اكيد هيك حدث مش رح يمرق مرور الكرام أبداً. مع بلال ضروري يكون في كمان عنا عده فقرات عن هالموضوع هيدا بالزيت. بس اليوم شفت شغله على انستغرام ضحكتني، وقت مرقت ليدي غاغا وكان ليوناردو دي كابريو عم بيضحك هيك وطرقته بايدها، طلع فيها نظره لازم تشوفيها لتعرف شو عم اصلا بقول. كل السوشيال ميديا علقوا على على هاللحظه بالذات بالجولدن انه كيف عم بيطلع. لكن كارول وهلا اكيد رح تبقوا معنا، رح ندخل مباشره من بعد البريك بالمواضيع اللي اخترتوها، وهلا فاصل قصير وبنرجع نتابع، خليكم معنا. ننطلق بمواضيع حلقتنا لليوم، والبداية مع ضيفتنا اختصاصية التغذية هلا عقيقة. أهلا وسهلا فيك عن جديد هلا. أهلا وسهلا. مثل ما ذكرنا بالبداية بنحكي اليوم عن سوبر فودز أو الأطعمة الخارقة، شو أهميتها؟ صحيح،
اليوم موضوعنا هو عن السوبر فود يلي هي أطعمة بتبقى فيها كتير عناصر غذائية أكتر من غيرها بتفيد صحتنا. أهم الإفادات أنه بتحملنا جهاز المناعة، بتحارب ضد الكانسرز، بالإضافة لفوائد تانية يمكن ما بنعرف عنها رح نكتشفها اليوم. هالأطعمة الخارقة هي بتتقسم لأنواع نحن بنعرفها اللي رح نحكي عنها بهالحلقة، وفي أنواع تانية ما بنعرفها بس هي موجودة بس لازم نتعرف عليها مخبية كأنه يعني لازم نكتشفها. في كثير ناس مش سامعين عنها، رح نحكي عنهم هدول بالحلقة الجاية. أوكي. هيك تيصير كمان ندخلها بأكلنا اليومي. اوكي، بشو بدنا نبلش؟ اليوم رح نبلش بالأطعمة يلي نحن بنعرفها بس يمكن ما بنعرف هالإفادة اللي بتقدم لنا إياها. الإفادة الغذائية. صحيح. اوكي. فالرمان مثلا، كنتوا بتعرفوا انه الشخص اللي عنده كوليسترول في ياخذ رمان لانه كمان اثبت انه الرمان بحارب الكوليسترول. كيف؟ من خلال انه بيمنع انه يتجمعوا هالدهون على الشرايين، فبالتالي بيحمينا من الكوليسترول وبالتالي من امراض القلب. فللاشخاص اللي عندها كوليسترول نحن بننصحهم بتناول هيدا نوع الفاكهه بالتحديد. وفي كميه معينه؟ هلا هون ما منح انه اكيد ما بدنا نتخطى الحصص يلي يعني ديجا كل شخص بحق له فيها حسب الوزن والطول والعمر. هلا هون احنا كمعدل عام بحق لنا 3 حصص فواكه، اذا اخذنا رمانه بيكون كثير منيح. كافية رمانه وسط مش كثير كبيره. صحيح مزبوط. اوكي، كل القياسات هي على الحجم الوسط بتكون مزبوط. اذا بننتقل كمان على نوع الفواكه يلي هي البلو بيريز، التوت كمان البري، كنتوا بتعرفوا مثلا انه هي لونها هيدا المكتسب هيدا الموف على بلو غامق هو ناتج من كميه هالمضادات الاكسده الموجوده فيه يلي هن الفلافونويدز هن اللي عطوها هيدا اللون، وبالتالي كمان بتساعد مثل ما حكينا بالاول انه كلهم بيساعدوا تنتفادى الامراض الكانسرز. كمان عندها دور اساسي انه بتخلي تنشط لنا الذاكره تبعنا، فللاشخاص اللي كانوا بحسوا كثير بينسوا وبدهم شيء عن جد هول بتتسلي فيهم وما بتحسي قد ايه اكلتي كميه، يعني ممكن تاكلي علبه. صحيح، بدنا ننتبه على الكميات دائما. تمام. ايه بس هون كفوايد هدول يحدوا سوبر فودز بيتميزوا عن بقيه الاصناف. وما بدنا ننسى انه كمان هي كثير غنيه بالمي، هيدي نوع الفواكه، وبالفيتامين سي، فبالتالي كمان هي كثير منيحه للبشره، فعندها دور اساسي بتاخير كم حبه يعني شي 10 كافيين؟ تقريبا دائما قد كم شفت لقيت. هلا اذا بدنا نحكي عن الكرز، الكرز كمان اللي بيميزه عن بقيه الفواكه كمان انه في ناتشرال هرمون بيساعد تيرجلج النوم عندنا. للاشخاص يلي دائما عندها مشكله نوم، يعني هلا هي مش هيدا العلاج السحري بس اذا كانوا دائما نحن اكلنا صحي وكل هالعناصر موجوده بتساعد تنكون نمط حياتنا صحي، وبالتالي بتساعد تنقدر نرجلج النوم وبتخفف كمان الاوجاع. من هيك في كثير كمان حتى بيغلوا العنق مع الزهورات كرمال تخفف الاوجاع، خاصة اذا كنا قريب او متضايقين او سخنين. الكير يلي كمان كثير سمعنا عنه، اللي بيميزه عن بقية انواع الخضار الخضراء انه هو في كذا نوع مضاد للاكسدة، مش نوع واحد بس، في كذا نوع، هو باكج كله سوا. فمن هون بتجي افادته، وكمان عنده دور كثير اساسي انه بيساعد البشرة تضل الاستيك، المرونة تبع البشرة. فمن هون دائما اذا بتشوفوا الشيكس المعمولين اللي بسمونه جلو سكين دائما للبشره النضره، بيبقى واحد من المكونات هو الكيل الموجود فيهم. اوكي. الصوره اللي بعدها هو الثوم يلي كثير اشخاص بيتفادوه، بيبتعدوا عنه لانه بفضلوا بيتضايقوا يمكن منه او للريحه يمكن ممكن يسببها بالنفس للاشخاص. في معلومه نحن بنعرفها من قبل كمان انه بيساعد يوطي الضغط. الأشخاص اللي عندها ضغط دائما لازم يكون الثوم بالصوص تبع السلاد بالطبخ يكون موجود تيرجلج الضغط. وعنده افاده ثانيه يمكن هي ما بتعرفوها انه بيساعدها انه يقتل هو بكتيريا، وبكتيريا كمان بتسبب الحبوب ظهور البثور على الوجه. هو بيساعدها انه يقضي عليها لهيدي نوع البكتيريا. كيف اكلتي يعني مطبوخ بالاكل؟ هلا هو اذا كان الني اضبط طريقه يعني مع السلاد اذا بينهرس وبينحط بصوص السلاد بيكون بناخذ اكثر بيقولوا مفيد للقلب كمان.
بيرتاح لانه عم بيوطي عنا مستوى الضغط، ما عم بيكون عم يعطي ضغط على الشرايين القلب، فبالتالي بيكون مفيد للقلب. اوكي. بنتبه بالسوار هون عم نحكي عن كل شيء اباز فيتامين سي يلي هن السترس فروت، ما بدنا ننسى كمان البابر، ما حكينا عن اللون الاخضر بيرجع بيصير الاصفر ليصير الاحمر، بيصير اكثر شيء غني بالفيتامينات سي. الفيتامين سي كنا بنعرف انه منيح للرشح، بس كمان يلي ما بنعرفه انه هو مهم لبناء الكولاجين يلي هو عنصر كثير اساسي للشرايين تبعنا، للعظم، لل تشوز تبع جسمنا، الكولاجين للبشره كله كثير مهم، فمن هون بتجي اهميه كل هالاطعمه الغنيه بالفيتامين سي. الفطر نعم، في كثير اشخاص بيزعجهم، مع انه انا ما كثير بعرف ليش، لانه بقول لهم ما عنده طعم ليه بتشيلوه ده، عم بيطلبوا الاكل من دون الفطر، بس الفطر عنده كمان فوائد كثير، منها انه قادر يقتل البكتيريا السالمونيلا والايكولاي يعني هن بكتيريا كثير مضرين. بس هيك بيجي الفريش مش معلب والسالمونيلا عم نسمع فيها هلا بالفتره الاخيره، كثير اشخاص عم بيصابوا فيها. مزبوط. فمن هون اهميه هالسوبر فود يلي هو المشروم يلي عنده هيدي الميزه الخاصه يلي على اساسها المفروض يكون موجود بغذائنا. اوكي. اذا بنتابع مثلا الملفوف، ليش نقينا مثلا الملفوف مش الخس او مش الايسبرغ او مش حيلا نوع ثاني؟ ليش هيدا يعتبر سوبر فود؟ لانه اثبتت كمان الدراسات، انعملت دراسه عند خاصه الرجال، انعملت عليهم الدراسه يلي تناولوا هالملفوف لاكثر من مره بالاسبوع، تبين انه قدروا يخفضوا مستوى الكولون كانسر، الامعاء الكانسر القولون بنسبه 66%. فهيدا الشيء بيجي كمان هون عندنا ضروري انه بين هالسلادات يلي نحن لازم نختارها بالاسبوع نقطع الملفوف اكثر من مره كمان. اوكي. اذا بنتابع الافوكا كنا بنعرف فوائده كاوميجا 3، بس اللي ما بنعرفه انه كمان في البوتاسيوم اكثر من البنان، يعني كدائما بنعرف الموز فيها نسبه بوتاسيوم كمان عاليه، الافوكا هو في دوبل الكوانتيتي تبعه، وكمان هو كثير مهم للامهات اللي بدها تجيب اطفال بتكون حامل، للتطور يعني للبرين ديفلوبمنت، للديفلوبمنت تبع الدماغ عند الاطفال، انه يتناولوا هيدا النوع بالتحديد من الافوكا. اوكي. كم بس الكميه دائما بننزل قديش لازم يعني نحن كل هدول الاطعمه اذا كنا عم نشتغل على انه نقطع على القليله نوع نوعين منهم بيومياتنا، بيكون هون ساعتها عم نامن لحالنا كل هالمضادات الاكسده يلي رح تحمينا. اوكي، يعني اثنين يمكن بس بالجمعه كفايه. اكيد، لانه هن يعدوا دهون. ايه صحيح، اكيد دائما ننتبه من هالنقطه، ما بدنا ننسيها. الجوز واللوز وكل هالمكسرات النيه يلي كنا بنعرف انه فيهم كمان اوميجا 3، بس يلي كمان ما بنعرفه انه عندهم دور كثير اساسي انه بيقطعوا الشهيه، فلكثير اشخاص اذا حابين يقطعوا الشهيه تبعهم يلتجئوا لشيء ناتشورال طبيعي، ينطلقوا بنهارهم ان كان بشويه جوز او شويه لوز، هيك ساعتها ما بيعودوا ياكلوا كثير خلال النهار، خاصه اذا بيعطيهم احساس بالشبع. صحيح. والمحار البحر الاويستر او كل شيء انواع ثمار بحر هي غنيه بالزنك، والزنك هو كثير اساسي، في كثير اشخاص عم بيتجنبوا انواع هيدي الثمار البحر مع انه هي كثير مفيده باول مناعه وبيحمينا من التهابات المفاصل كمان يلي كثير من الاشخاص بيعانوا منها. واذا بنتقل كمان على اخر صوره يلي هن اعشاب البحر يلي الاشخاص اللي بيحبوا السوشي، مزبوط، فيها كمان ماده الايودان يلي هي بتكون اكثر شيء موجوده بهالاعشاب البحر يلي هن عندهم دور، الايودان عنده دور اساسي انه بيرجلج غده الثيرويد الثايرويد جلاند يلي هي عندها دور كثير اساسي انه بترجلج تقريبا معظم الهرمونات بجسمنا. اوكي. فكرمال تكون هرموناتنا عم تشتغل بطريقه مضبوطه كمان هيدا السوبر فود لازم نضوي الضوء عليه يكون موجود كمان. ثانك يو هلا، ميرسي كثير. شكرا لك على النصائح اللي اعطيتينا اياهم اليوم، وبنشوفك اذا الله راد ثاني نجي. مع الله راد. وهلا على المطبخ لعند نيفين ودلال. هاي دلال، كيفك؟ اشتقت لك، انعاد عليك، شو اخبارك؟ يعني اذا ما لحقتك هون بسمعك على الراديو. اهلا وسهلا فيك دلال. شو محضرتي لنا لليوم؟ اليوم وصفتنا هي كثير سهله، بس ليش حبيت اعملها؟ لانه كثير من المشاهدين، من المستمعين، حتى من التلاميذ بيقولوا لي عديها وعلمينا اياها. اوكي. اليوم عن شو عم نحكي؟ عم نحكي على الكريب.
يلي بدنا نضيف لها صلصه البيضاء مع السبانخ الكريم فريش الاجبان بدنا نوضعها ببيريكس نحطها بالفرن. هلا اول شيء سؤال يلي كثير كثير بينسال، كيف تعمل الكريم؟ هيدا سؤال على طول بينسال. انا اول شيء سالتك وين الشوكولا؟ بالبيت. اوكي هلا هلا بتنبسط. ما قلت لك انه كل كبايه من الطحين اذا عم نعمل عجينه الكريم او المالحه او الحلوه، كل كبايه من الطحين بدها كبايه ونص من الحليب السائل. نعم. بيضه، اكيد اذا انا اليوم عم بشتغل مالح بدي ضيف لها رشه من الملح، او اذا بدي اشتغلها على شوكولا رشه من الفاني. أوكي. بدي امزج هيدا الخليط، بدي اوضعه على جنب لمده نص ساعه اكيد لريح العجينه. بعد نص ساعه مثل ما الكل بيعرفوا انه في عنا مكنه للكريب بدنا نشتغل فيها تطلع تيطلعوا كلهم زيت الاحجام وزيت العلو وكل شيء، او بدنا نشتغلهم بالمقليه بدنا نقليهم على الطريقه البيتيه اللي بنعملها. اوكي هيدا الكريب نيفين فينا نوقفهم مثل ما عم بشوفوا المشاهدين، في فرزهم وضعهم بالفريزر لمده شهر اثنين ما بصير لهم شيء ابدا. وقتها بدي استخدمهم بشيلهم بتركهم شوي على جنب وبحشيهم الحشوه اللي انا بدي اياها. اليوم حبيت احشي الكريب اكيد السبانخ مع الصلصه البيضاء. عن شو عم نحكي؟ بطنجره على نار وضعنا نص كبايه من الزبده، هلا انا اشتغلتها مثل ما هون عم بيشوفوا، ضفنا لها نص كبايه من الطحين على طول على نار خفيفه، نحن وعم نحرك بالشريط. رجعنا ضفنا 3 كبايات من الحليب السائل على طول على نار، ما بدي انسى جوزة الطيب، بهار الابيض، بهار الاسود ورشه من الملح. أوكي. شو صار عندي؟ صار عندي الصلصه البيضاء يلي حضرناها، هيدي الصلصه انا مش بس بستخدمها للكريب، لا حيالله شيء بدي اعمله معكرونه بحليب او حيالله شيء صلصه بيضاء بستخدم زيت المقادير. اوكي هلا اخر وبعدين عندنا السبانخ، اليوم عم نحكي على نص كيلو من السبانخ المجلد او طاز. هلا اذا استخدمنا المجلد اكيد بدنا نوضعهم بمصفيه وننطرهم ليصفوا منيح، بدنا نعصرهم منيح تنأكد نيفين انه بطلوا فيهم مي. اذا استخدمنا الطازه اكيد بدنا نسلقهم بمي نص سلقه، وكمان بدنا نفرمهم وبدنا نصفيهم ونوضعهم على جنب. ولكل سيده ما لحقت فيها تاخذ الوصفه عبر الفيسبوك، عندك فيسبوك بيج؟ عبر الفيسبوك بيج او انستغرام، بس اكثر شيء فيسبوك بيج او تسمعك على الراديو التنين. او تسمعي اليوم عملت على الراديو كل نهار تنين. بعد شوي دلال كمان بنرجع بنشوفك. هلا رح نروح فاصل، لكن خلينا نعرف المشاهدين شو عنا بعد الفاصل مباشره. اكتشفي مع مزين الشعر نيكولا بخازي تسريحة روك ستايل. خبير التجميل فادي قطايا بيحملنا برحلة إلى عالم المكياج لعام 2016 وأحدث إطلالات النجمات. ببيروت مره جديده نحيي كل المشاهدين اللي عم تابعونا عبر شاشه ال بي سي وروتانا خليجيه، وكمان متابعين مع كارول زمرود. اهلا وسهلا فيك كارول. هلو. وايت بوكس تريتمنت. وايت بوكس تريتمنت، علاج العلبه البيضاء. هلا في عنا علبه بيضاء وفي عنا علبه حاف مكافحه للشيخوخه، بس انا بعرف انه مشاهدينا وكل متابعينا بالخليج بفضلوا عندهم ميول اكثر للوايت بوكس اللي هو العلبه البيضاء. شو هو هذا العلاج اللي كنت خبرتكم انه حينزل بال 2016؟ صار موجود بالامارات، صار موجود ببيروت، وقريبا رح ينتشر بالدول العربيه كافه. عن شو بيحكي الوايت؟ الوايت هو علاج متكامل، قسم منه بيجي على فكره بعلبه، كله محطوط بعلبه. هدول محطوطين بقلب العلبه، هلا فرجيكم اياهم. بيجوا كريمات وبيجوا عناصر مفتحة تنعمل بالعيادة على 5 جلسات 5 sessions. اوكي يعني تنعتبر انه انت نانسي جيت لعندي لنقول من 15 يوم ورح نجن جي يعني. ما فينا نعتبر هو جايين. اوكي جيتي من بعد ما جيتي اول مرة عملتي مثلا حسابي بزر عنب او عملتي عجينة صفراء او نظفتي المسام او عملتي اوكسجين تريتمنت، يعني شلتي اول لاير من الاوساخ وبين عندك على وجهك انه في عندك uneven skin shade، يعني البشره غير متوحده
او تصبغات فوكلايزد، يعني مبينه وين مبلشه وين خالصه. صح. بنحط تيك على الوايت بوكس. الوايت بوكس هو علاج من فيتامينز في بقلبهم فيتامينات مثل ما عم بتشوفوا، كل وحده بتعمل سيشن وحده، بينحقنوا سب ديرمال تحت الجلد دغري تحت الجلد، او بينعملوا برولر احسن انه ينحقنوا محل ما بيكون في تصبغات. هلا في عندي كلاينتس، في عندي كثير من الاشخاص اللي بيجوا لعندي على العياده عملوا جربوه اول ما نزل اول 2015، وهلا رح يرجعوا يعملوا ثاني سنه. بس شو عم يعملوا فيه؟ عم يشتغلوا لايتس اند شادوز على بشرتهم، يعني نشتغل بالوايت محل ما بدنا نضوي البشره. كيف تعملي كونتورينج؟ اي صح، بس عم نعمل كونتورينج بالميزوثيرابي، لانه بيحتوي الوايت تريتمنت على ماده الجلوتيشن يلي قبل كانوا يحطوها بالعرق لحتى تفتح، مثلا بالفلبين مشهورين كثير، بسنغافور بيعملوا علاجات بالوريد اي في من ماده الجلوتيشن ولحتى يفتحوا كل جسمهم، لانه بيحبوا كثير هالشعوب انه يبيضوا. كمان انتشرت هالتقنيه بالخليج، بالكويت، بالبحرين، بالسعوديه، بس لاحظوا انه الجلوتيشن اذا انحقن موضعيا عم بيعطي بياض، عم بيعطي بياض كثير حلو. فمن هون اجت الفكره انه ليش ما بنحطه بخمس جلسات مكثف، نعمل جلسه كل اسبوع او 15 يوم اذا ما عندك ابدا تصبغات، تعملي جلسه كل 15 يوم، اذا التان تبعك داكن وغامق وفي عندك الوان بنيه او شيء من بعد ما تكوني عملت البيل مش قبل، وبنعطيكي كمان نفس الشيء على البيت نفس المكونات. أوكي. يعني بقلب العلبه الوحده في عندنا مريضه وحده بتقدر تستفيد من العلاج، تاخذ كريم الانتي تاش دارك سبوت تريتمنت للنهار، واحد الوايتنينج لليل. اوكي سو هيدا بنحط على كل، مش كمان على المناطق معينه، لا لا هيدا على كل الوجه، هيدا مكافح للشيخوخه، انتي ايجينج ومفتح بنفس الوقت. أوكي. بس مفتح سيريس، يعني لانه بيحتوي على ماده الجلوتيشن. المهم ما نقرب على منطقه العين كارول ولا لا؟ ما بنقرب. هلا بقول لك شو رح نحط على العين، وبناخذ موعد بالعياده مره كل اسبوع لحتى نخلص التريتمنت. أوكي. بس نخلص خمس جلسات ونصير بنص الكريم تفتح البشره درجه ونص لدرجتين. يعني بصير في عندك لون فاتح وبتحسي بنضاره بالبشره وببياض. طيب كارول، بس نقول تفتيح، في كثير اشخاص بيفكروا انه رح يكون في نوع من تقشير. لا، هيدا قلنا نحن من بعد ما تكوني نظفتي، من بعد ما تكوني قشرتي، من بعد ما تكوني مثلا، في سيدات هلا كثير بحطوا براند معينه بتقشر الوش. اوكي صح، ثلاث ارباع الخليج بيحط هيدا البراند انه بيقشروا، بفكروا انه رح يفتحوا، بس هيدا الشيء كثير غلط، لانه عم بيكونوا عم بيرققوا البشره، عم بيفقعوا الشرايين، واول ما اول ما توقفي المفتحات هيدي اللي من هيدي العيله، ما فينا نسكش اسمها على الهواء، اول ما تطلعي سويفت اوف سن، يعني نكزه الشمس، بيطلعوا ما كانه عملنا شيء، بيطلعوا اكثر وبيطلع لونهم اسود، وبصير البشره لونها مش ابيض ولا زهري، بصير لونها مايل على البني البنفسجي، لانه هالخلطات بتتعب الجلد. فمشان هيك صار في عنا نقله نوعيه بالتفتيح، ما بقى نحط تقشير كل الوقت، نقشر ونحط مثل صبغه على الوجه تنصبغ هالتصبغ اللي لونه بني او لونه غامق نعمله بيج، بنشتغل دغري على البيجمنتيشن وبنخلي الميلانين تبزقها تطلع لبرا، يعني بدل خليه ما يكون فيها 100,000 نقطة لون بصير فيها 10,000، وبالتالي ببطل شكلها هالقد مبين بني على الوجه او على الصدغين او على الرقبة وات ايفر. طيب كنا عم نقول انه بتجي السيدة، بنبلش بنعمل كل مرة جلسة خمس جلسات بناخذهم وبينحطوا بقلب الوجه وبنعمل من وراهم ماسك، فاذا كل العائله موجوده، الماسك كمان فيها جلوتيشن، وشوفي الماسك بيكون جاف بينخلط دغري وقت اللي بدك تحطيه. اوكي. لانه المواد اللي فيه منا كثير كيميائيه ومنا كثير مش طبيعيه، و ما في بتعمل لك صبغه، مواد كثير طبيعيه. ورح تستغربي اذا بقول لك انه هذا الماسك فيه من افرازات العقرب سكوربيو سكراشن، كنا عم نسمع بفم الحية، هيدا عقرب هلا الله يستر. شوفي شيء جديد، شوفي شيء بعد حيصير ما حدا بيعرف، عم تشوفي الاكتشافات. هلا بالنسبة للعيون، أنا بعطي السيدة حسب، إذا عندها جيوب بتعطيها شيء للجيوب، إذا عندها تجاعيد بتعطيها شيء للتجاعيد، إذا عندها سواد بنعطيها فيتامين كي بفتح الهالات السوداء. بس شو ما كان عندها مشكلة بنعطيها السايكل تبع
الواو ايز اللي هن قبل شفناهم الحلقه الماضيه بالميزو اكلافاك مزبوط وقت كنا عم نعمل نضاره بس كثير حلوين يعني اذا بتجربيهم بتحسي انه عن جد كثير حلوين ومفعولهم بداين ثلاث اشهر وخمس ايام بتستعمليهم خمس ايام هيدي العلبه تبعيتهم بتشيليهم هن فيهم كل العناصر المغذيه بنشيلهم من العلبه بيطلع لنا من قلبهم اثنين جيل بينحطوا على العين بنحطهم 20 دقيقه لنص ساعه بنرجع بنشيلهم مثل ما بنشيل العدسات اللانسز الكونتاكت لانسز بنحطهم بالعلبه تبعيتهم يلي انا بعد ما تعلمت كيف تنفتح العلبه خلي الخبيره هون تفتح لك اياها اوكي بنفتحها وبنحط بنرجع بنحط بنسكر وبنحطها بالبراد ثاني يوم كمان نص ساعه اذا ضاهرين تتعشوا تسهروا عندكم عرس فيكم تستعينوا بهيدا والنتيجه بتضاين مغذيات يلي هالماسك بقلب العين ثلاث شهور ليفينغ سيلز يعني عايشين تحت العين ساعتها فيك تحطي شو ما بدك وبتكوني كفرت عم بتحطي الكريم الليل والكريم النهار عم تعملي ماسك مره بالاسبوع وعم تجي على العياده بتعملي جلسه التنسيق اي سؤال نانسي تفضلي اي بتعمل شيء بروتكشن من مع هالكريمات ولا ما اذا عايشه مثلا ببيروت مثل هلا عندنا بيروت عواصف وبرد ما في نزوم تحطي كمان ماده زيتون هن فيهم 15 يعني ويتش از فير بطقسنا بس اذا عايشه بدول مثلا مثل في كتار بيجونا من افريقيا نيجيريا غيني دول افريقيه او دول الخليج مثلا بدبي هلا على البحر في دول عربيه كثير مشمسه ايه بدك تحطي واقي شمس دائما بيكون في عندك تفتيح عدم تعرض للشمس بدي اتعرض للشمس بدي احط واقي بدي احط واقي بدي يكون حسب نوع بشرتي بشرتي دهنيه بيكون جيل بشرتي جافه بيكون كريم بشرتي مختلطه بيكون بالنص مينيموم سبيكتروم بيكون 50 وطلوع 15 ما بيفيد وبتكون تعرفوا انه 50 يعني بس انتم مغطيين على 50 دقيقه 51 دقيقه بتكون بشرتكم بلشت تمتص اشعه ما فوق البنفسجيه بلشت تحترق وبلشت تتصبغ فاذا مع الاكران موجود عندك يعني بيحمي في مشكله من الاكران يلي حكينا عنه قبل بمره صح. يلي ما بيسكر المسام 100% يلي... بس هيدا مشكلته انه تان فيه لون مثل ال... صح. مثل الساسكين هيدا اكثر اذا كنت بحر بحوت او لا بس شي. في منهم كثير بحبوا يكون انه شوي فيه دخله لون بيستغنوا عن ال بس هيدا شو مشكلته؟ هيدا مشكلته انه كل ما بدك تجددي الابلكيشن بدك تطفيه كله تشيلي تشيلي الافرازات الدهنيه والاسيد عن البشره وترجعي تحطي تكون بتكون البشره نظيفه طيب شو هي النتائج اللي بنحصل عليها من بعد ما نكون خلصنا كل هالسبكتروم اوف تريتمنت من بعد خمس جلسات من الجريتيشن رح نعتبر رح نسميها ميزوثيرابي جريتيشن ميزوثيرابي من بعد ما نكون خلصنا الخمس جلسات بصير في عندنا اول شيء صفاء بالبشره لون صافي التصبغات بتخف تقريبا بنسبه 60% اكيد اذا السيده عندها مثلا ماسك او عندها كلف بوجهها او في عندها مشاكل من زمان على بشرتها بالتصبغات بنكون بنعمل لها اول شيء شيء مفتح يعني يا العجينه الصفراء هلا عم نعمل الجولد بير يعني دارج كثير كرمال يشيل التصبغات بنشلها اياهم وبنحطها على هيدول بناخذ لها صوره سكوير زيرو اول ما بتبلش وبنرجع بنفرجيها الصوره من بعد ما نكون خلصنا العلاج الفرق مذهل والنتائج اكسلنت مع انه يعني. من اصعب المشاكل بتتواجهها المراه عن جد التصبغات اللون غير موحد بالبشره ايه بس هيدا العلاج شو مشكلته انه بدك تنتظمي بالعلاج بدك تنتظمي ما فيك تاخذي نصه وتعملي اثنين وتروحي وترجعي بعد شهرين بدك تكوني منتظمه يعني السيده اللي بدها تبلش الوايت بوكس تريتمنت بدها تعرف انه عندها خمس مواعيد بالكلينيك وكل يوم بدها تستعمل هيدول وبدها تنتبه من اشعه الشمس لحتى نكون خلصنا ومن بعد ما نكون خلصنا النتيجه يلي بتاخديها بالنسبه للتصبغات هيدي هي النتيجه الالتيميت يعني جلدك ما بقى بيفتح اكثر من هيك ما عنده القدره ما بقى تتعذبي ولا تعملي فراكشنال ليزر ولا بقى تقشري وجهك ولا تستعملي مقشرات وبحب اقول انه كل بشره في عندها بلاتفورم في عندها سوي يعني في عندها ليميت اوف دي بيجمنتيشن تحت هالليميت يعني البشره بتقول لك مثل تبييض اسنان بتحطي الجوتير 15 يوم نهار ال 16 17 هن نفس الريزلت تبع 15 يوم يعني سنك هالقد بيتبيض نفس الشيء بالنسبه لتصبغات البشره بس تخلصي هيدا التريتمنت وتكوني اكيد عامله بروتوكول قبله مفتح وتعملي
قديش عطاكي نتيجة، هيدي هي بشرتك اللي بتوصل لها. أكثر من هيك ما بدك تتعذبي، لأنه بتكوني عم تأذي البشرة. مش من البشرة البيضاء هيدا شيء ما بتصير. لا مستحيل. لا. إيه؟ بنفس الخانة السمرة بصير سمرة فاتحة، القمحية قمحية فاتحة، والبيضة بتصير شبح. كارول طبعا يلي كل الاشخاص اللي عندهم اسئله فيهم يتواصلوا معك على الرقم يلي ظهر قدامهم على الشاشه. ايه وكمان اكيد بيبقى في كثير اسئله على التصبغات، في كثير على الرقبه، على كله، على التصبغات السؤالات لا متناهيه. فيهم يعملوا لك اد على فيسبوك انستغرام وكل فيكم على السوشيال ميديا. وهلا جديد اللي عندنا فينا صار موبايل ابلكيشن، فيكم تسمعوا المواضيع والنصايح على كارول زمرود على حي السمارت فون، فيكم تسجلوا وتسمعوا كل يوم خبريه جديده. واليوم رايحين على دبي؟ اليوم ولا بكره؟ اليوم عشيه والثلاثة والأربعة ليوم الخميس بدبي. كل مشاهدينا اللي بيحضرونا بدبي صاروا بيعرفوا انه كل شهر في عنا معهم لقاء ثلاث ايام. لكن تروحي وترجعي بالسلامة كارول، وبنشوفك إذا الله راد التنين الجاي. ثانك يو. بعد الفاصل خبير التجميل فادي قطايا بيحملنا برحلة إلى عالم المكياج للعام 2016 وأحدث إطلالات النجوم. متابعين ببيروت وفقرة خاصة بأحدث التسريحات، وهالفقرة دائما بيكون معنا مصفف الشعر نيكولا بخازي. أهلا وسهلا فيك نيكولا. هاي كيفكم؟ أهلا وسهلا فيك. الحمد لله. نيكولا اليوم اخترت روك ستايل، خلينا نشرح للمشاهدين شو بيعني هالستايل. الستايل إنه تقريبا الشعر بتيجي شوي واقفة، الشعر كله بفوت ببعضه كأنه مش مجدل، كأنه مخصل بترجع تطلع على روحها على حياتها، الشعر تبقى طبيعية أكثر، مش مصفصفة كثير. ومثل ما بتعرفوا انه الغره هذيك اللي هي ما كان في غره، كان كله شعر واقف من قدام، لانه وقت صاروا يقولوا فرانش قصير وغره هي لتصغر وتنعي، بقى كانت هي شوي اولديز. وبس فتنا شوي بالجن شوي انه اليوم وقت بدك تشتغلي على الشعر وتعطيه ناتورال او تعطيه منفش او تعطيه مخصل واقف لازم يكون ملون راسه، بس فتنا من هيك عملنا اليوم شوي لونا الطرف، لكن بهذيك اللي هي تقريبا الست من بعض الاوقات ما تصبغ كثير شعراتها يطلع الشعر فاتح والراسين غامي. صحيح. يمكن اخذوا هالستايل لهم لونين الشعر وعاملين شوي كيرلي لحتى نقدر نشتغل على طبيعتهم. وبالضروري لازم يكون الشعر طويل لنقدر نعمل هيك تسريحه؟ هلا هو اذا قصير لهون اهين بكثير بالنسبه لنا، لانه موعود انه نلف كثير الشعره ونعمل لها كثير موف لحتى نقدر ناخذ لها الشعره واقفه تقريبا. لا كل ما كان اطول كل ما صعب اكثر، بس اليوم اذا طويل او قصير وعندك هالخبره سيم سيم ما في مشكله. طيب نيكولا روك ستايل يعني بنعني فيها فئه معينه من الشباب، عمر معين او ممكن اي سيده تعمل اليوم؟ يمكن طريقه اللبس كمان تغيرت لهالكوافيرات، اليوم ما فيك تلبس كثير رسمي وتعملي شعراتك روك ستايل، لا هلا الصبايا تقريبا من 18 21 23 مثل ما بتلقط لك شعراتك بتلقط هيك وبتحطهم بتقول لك انا هيك ارتحت فيهم. نحن عم نختار هالتمشيطات مثل عايد طريقه ايدها للست او للصبيه كيف بتلقط شعرات او بتحط قلم بشعرها، يعني هي بتحس حالها انه مرتاحه فيها، مرتاحه مع حالها. اذا بتيجي لعندك على الصالون وبتحطي لها ثلاثه بيبيز بتحس حالها انه كانك عم بتكبريها. لا نحن استعملنا هالطريقه اليوم رح نشوفها سوا لحتى تكون هيك الموف. يلا خلينا نشوفها. يلا اكيد انت حضرت الصبيه اللي معنا. اي اكيد 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 مظبط شعرها اوريدي، مظبط شعرها ومثل ما حكيت ساشا انه نحن ملونين راس الشعر وكاسرينه بالفير، بس هون الغره اللي كنا عم نقول عنها اللي كانت هذيك الايام تكون واقفه مش نازله، لو كل الكوافيرات بتشوفيهم تقريبا كلهم الغره على الوجه وفرانش عريضه وغره قاسيه شوي مثل الرومان، بس كل ما كان لون الشعر هيك ملون من تحت كل ما بتطلع احلى. شفتي شو الحلو؟ ناتشورال. هذا الناتشورال نشتغل فيه. واذا بتشوفي هلا كيف بدنا نشتغل ساشا بطريقه كثير حلوه كثير مهضومه. الحلو انه لوننا تقريبا رامي هيك شوي، خلينا هيك شوي. لوننا طرف الشعر مشان يبرز معنا الكوافير. اكيد كنت عم تسالين السؤال، عندك تقريبا هذا الشعر كله بعذب. هذا اذا بنشتغل فيه، تعطينا مغايطه.
اهم شيء نعمل قاعده للشعره. يعني اذا اشتغلنا كثير وما عملنا قاعده يعني ما بكون بعد عملنا شيء. بس الحلو هون فين الحديده شوي. كنت مره نيفين عم تساليني هذه الحديده مشان شو؟ هيدي الحديده كثير مهضومه، اذا بتحطي الشعر هيك بقلبها خلينا نشوفها سوا. ها شفتي؟ شفت شو الحلو؟ حبيت. شفت شو اللي هيك؟ طيب فينا نعملها هيك بوجه الكاميرا نشوف. هيك سوا؟ هيك مخرج منيحة هيك؟ ايه منيحة. ها شفت شو هون؟ حبيت. حلوه. وهيدي الحديد حديد بخعازي. يعني مبينه من الحديد ماري عليها الذهب. عرفت يعني سنوات الخبره كلها مستعمله. شفتي شفتي هول وقت الصبيه بتكون عندي بعمر معين وبتشتغلي لها هيك، مجرد يمكن تشوف هالتكنيك ها تحس حالها انه هي إنو صغيره. عندك شيء كمان هي. انه ما بقي الشعر مثل ما هو. شفت شو الحلو؟ وبتعرف لانه شعرها طبيعي فوق يعني بيكون بيساعد التسريحه بيطلع ناعم من فوق. هو نيفين احنا لوننا الطرف لانه وقت بتحطي هيك شفتي كيف صار عندنا الشعر تقريبا. شو كنت عم بحكي عنه؟ انا هون كنت عم بحكي بهالطريقه اذا عملنا بصير تحطي هيك صار عندنا شعره كثير طبيعيه. شفتي كيف قعدت مثل الصبيه هي عم تحط شعراتها لحالها. حلو. المسرحة كثير واسعة إذا واحد بيعرف يشتغل فيها. بتتفنن قد ما بدك بالشعر بتتفنن. بس مهم السيدة يعني تتقبل حالها. السيدة إذا أنت هي ساشا تقريبا الست بدك تكون أنت مريحتيها تعطيها موديل إنه بيلبق لها، تعطيها لون شعري بيلبق له. حتى نيكولا كمان هلا عم نلاحظ انه الكل بحب التغيير. ايه يعني ما صار اكثريه الصبايا والسيدات عندهم جرأه انهم يغيروا، ما بقى حدا يحب ستايل معين. هو تقريبا ساشا لازم نستعمل الفوليوم الراس الواقف تبع الشعر. يعني نحن كسرناه بهالطريقه، نحن كان فينا وانا عم ساعدك شفتها لنضبط الشعر. شفتها ها هون تيطلع ناتورال. يطلع ناتورال فيك تنزليها. ها ليك شو الحلو ها؟ هذا شو صار عنا؟ صار عنا تقريبا انه ملينا الرقبه كلها سوا. شفتي شو صار عنا؟ صار عنا هذا الخط. ما فينا ننزل الشعر لتحت. وهون كنت انت عم تساليني السؤال على الشعر الطويل. شوفي شو مهضومه الفكره انه تقدري تشتغلي بالشعر. ها اليوم اذا بدك تيجي تختاري هالطريقه كمان قد ما بدك فيك تقصر الخصلات اليوم هلا بتعطيها موديل. يمكن هلا يمكن اذا بقول لك شغله بقول لك يمكن اذا طلعت معنا على الهواء صدقي لانه كنت عم تساليني هذا السؤال. شو صار عندنا؟ ها صار عندنا هيدا الفوليوم. الفوليوم قد ما بدنا ها نشقل. قد ما بدنا صار عندنا فورم بالراس تقريبا حركه. صار عندنا حركه من دون ما ننفش الشعر بدون حتى بدون ما شيء يعني. وما حطينا ايفن حشوه. الصبايا اليوم هالايام كثير 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 مش عم بحبوا ينفشوا شعراتهم. ابدا ابدا ابدا. وحتى اذا بتحطي شغله اصلا تنفيش شوي بيعطي عمر بيعطي كل ما كان الشعر هيك طبيعي ناتشورال كل ما يكون ونازل كل ما كان بيعطي. حبيت شوي كيف عملنا فوليوم من هون. اذا في جربها لهي ما في قعدة بلا بلا فيك تجربيها. بس انا بحط لك اياها هون. ايه وانت وين بدك تحطيها؟ ما بعرف ليش حسيتها صعبة. بعدين وين بدك تحطيها هون؟ ها؟ ايه بالنص. اسحبيها اسحبي شدي 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 الشعر شدي شدي ما عندك مشكلة شدي. اوكي يعني فيها مثلا بنقدر نلاقي هيدا حديد البخاري. هلا بعد شوي هيدي ما بتلاقيها هيك ما بتلاقيها. هلا بعد شوي بتشتغلي انت هيدي بدنا نسرقها ما بتلاقيها دغري. بس نكون عنده بكره على الهواء بصير تخربطوا شعرك قلت لها لحظه بالحديد لحظه عشان انا بظبط لك. شفتي شو الفرق؟ هلا معلي خلينا نشتغل على الغره شوي بالفوليوم شوي بعدها نرجع الغره العاليه. اوكي هي الغره العاليه بخبرك شغله نيفين سكسي كثير الغره العاليه. يعني بتعطي طله
بتعطي شعر مثل كانك لابسه فستان طويل. بس بدها مناسبه صح؟ بدها مناسبه. ايه بدها ايه اكيد بدها مناسبه. كنت عم بطلع صار لي فتره بالغره العاليه على منك ما حسيتها كثير اوفر بالعكس. لا 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 الغره العاليه هلا مش عاليه لفوق لفوق يعني بس انه عاليه. هلا شو بدنا نعمل انا وياك؟ بدي اعطيك اياهم. قلي وين بدك وانا بكمل. انت هون هلا رح احط لك اياهم على برد الحديده. تفنن يا نيفين. تفضل يا نيفين. ها وين بدك شكل الحديده؟ شكل شكل حديدة. شكل الحديده. لا ما بدك توطيها شوي صغيره. ايوه ايوه ايه ما تشدي كثير. ايه يلا شدي 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 ما تخافي. ايه. لا 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 هيدا الروك ستايل اللي بيصير عندك هالطريقه هاي. اذا شوف الكاميرا اعطيني هاش ولا اعطيني دبوس. بس انه يعني البيبيس بينعدوا اللي حطيتهم بالشعر بينعدوا. والروك ستايل مثل ما قلنا شو صار عندنا؟ صار عندنا هالطريقه الشعر. ها شو يا صبايا حبيته؟ انا كثير حبيت فريش هيدي الرفعه اذا فينا نقول شوي. ايه يعني ايه خرج اكيد صبيه صغيره مثل ما قلت. مش كثير مش كثير ساشا يعني صغيره فيك تقولي يعني الصبايا جن جن يعني فيك تروح على مرياج فيها. اليوم نحن شوي عم نشتغل على الهواء ومعنا وقت كثير قليل بس اليوم اذا بتجي بتعدلي فيها وبتظبطيها بهم انت تعملي اللوك. يعني انا دائما اللي بقوله انه وقت بتاخذي هالست على الوجه ما بقدر عندك مشكله. يعني هذا الشعر اذا بتفلف شيء شوي صغيره تعطيه طبيعته صار عندك كوافير عادي. بس هلا نحن عم نشوفها كثير فلافي بس عم نعطي فكره لكل هالصبايا انه ببقى عندك كثير اكسيه قويه بقى بالشعر انه لازم نشد ونحط دبوس ونحط كل اعمار معينه حسب لبسها حسب كل شيء. اليوم عم تشتغل بلا حلق مثلا طويل كوليه يعني هول كلهم بدهم اكسسوارات. ايه بيساعد كثير والتيب واللبس دائما 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 صح. بس حبيت هالغره العريضه مع انه انا ما بشوف كثير. انا حبيت دائما بشتغل بلا مرايه عندكم بس انا حبيت هالفورم 90 درجه تقريبا اللي هو دائما بقول ثلاث ارباع الحاجب اللي هي الغره اللي بتيجي واقفه لانه اذا بنص الحاجب ما بتوقف الغره ما بتوقف الا ما تكون الغره القصيره وكل شيء. هون اذا عم نشوفها عم نشوفها عندكم هون كل ما بتعملي هيك كل ما بتوقف الغره اكثر. شو حلوه شو حلوه هالغره بتلبق للكل. شفت شو حلو يعني هالكاريه الحلو يعني الشعر كله على كاريه. هون شفتي هون مثلا هون خلص نيفين بكره بتلاقيني هيك مش غره جبل. لا والله صار لي فتره كنت عم بعتمدها بس قلت حلوه حلوه حتى تضيع اوطى كانت مثل ما قلت يمكن هالقد خرج اكثر. لحتى الحلو انه اذا على بالها الصبيه في بعض الصبايا بحبوا انه يكون عندهم خصله نازله مع انه ما كثير انا بحبزها 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 هيك انا انا لا هو ما بحب كثير. يا الله شو هدول بحب هيك ها. انا شيء ناتورال اي ناتورال اكثر. هدول هدول اللي بتشوفيهم على السوشيال ميديا تقريبا كل الراس كاريه ونزل شوي كانه للحلقه. فيك تحطي حلقه اي حلقه لا لا يلا اعطينا اعطينا افكار. نيكولاي يعطيك الف عافيه. عن جد دائما بنحب التسريحه المميزه اللي بتخصنا فيها برنامجنا على السريع يعني بكم دقيقه ان شاء الله ان شاء الله نضل نوصلكم جديد. يعني اسرع عروس عروسه بخاز. نيكولاي تنين الجاي ان شاء الله بيكون عندنا كمان موعد معك ان شاء الله ان شاء الله الله راد. شكرا نيكولاي لحضورك معنا ومباشره بعد الفاصل رح يكون معنا خبير التجميل فادي قطايا فكونوا كثار. ثانك يو لكم. بيشرفنا اليوم يكون بحضورنا اهلا وسهلا فيك خبير تجميل فادي قطايا. ما راح اعطي عنوان للحديث لانه في كثير اشياء عملنا نعرفها عنك. اهلا وسهلا فيك فادي. ثانك يو وانا كثير اشتقت لكم. اهلا وسهلا فيك فادي. نحن كمان ودعنا من حوالي 10 ايام سنه 2015 واكيد في انجازات كثيره حققتها خبرنا عنها. بدي اقول لكم اول شيء نعد عليكم وان شاء الله السنه تكون سنه مشعه. الاخبار هي كانت اكيد انتم كنتوا مع كل الوقت يعني متابعيني كل الوقت. من اهم الاحداث كان حدث اكيد ميك اب فور ايفر يعني وطبعا الشغل يلي صار بيني وبين تعاملي مع يارا بكذا كليب اكيد انا بتعامل من قبل معها بس السنه صار في كليبات جديده. نانسي على طول تحضيرات كل الوقت الاكاديمي كمان الورك شوب يلي صاروا بالدول العربيه وان شاء الله كمان يكونوا بعضهم مستمرين ل 2016.
هذه قد ايه بتحس يعني كل سنه هيك بتشكل تحدي بالنسبه لك، لانه يمكن نفس الفنانات عم تتعامل معهم سنه ورا سنه انك تطلعهم باطلاله جديده؟ اكيد هو تحدي يعني، لانه بالاخص لما تكوني صار لك عم تشتغلي مع فنانه حوالي 12 سنه، ما بدي اكبر لا الفنان ولا تقول مين سنتين بس. هلا الحلو انه انا على طول بشتغل، تقريبا بشتغل على طول على القصه يلي بالكليب، فمشان هيك على طول بالكليب بنلاقي في تنوع وتجدد بانواع المكياج. وطبعا الستيل اوقات بيتغير، لانه مثل ما يعني نحن بشر اوقات بنزهق من حالنا، بنحب نغير. بقى السنه كان في تغيير كثير كبير ليارا، حول يعني تحول تغيير من المكياج الناتشرال الطبيعي كثير يلي يارا كانت على طول تحب تظهر فيه لهيدي السنه، المكياج القوي الالوان المعتمده، لبس الاومبري، المكياج السموكي اللي عاده ما بنشوف يارا فيه. بقى كان في تغيير كثير قوي السنه ليارا. وقديش كنت هي سعيده بهالتغيير؟ صراحة كانت كثير سعيدة، يارا مش معودة على المكياج القوي، دايما بتحبش اسنان، فجأة صار التغيير. واوقات حلو لما يصير التغيير فجأة، يعني تشوفي انسان انه على طول بمكياج ناتشورال وفجأة تشوفيه بمكياج قوي، هون بيكون التغيير له طابع بيحفظوه العالم يعني. يعني حتى عم نشوف الميك اب صح قوي، بس بذات الوقت بنلاقيه كثير ناعم، يعني ما فينا نقول عنه انه كثير قوي يعني. بتعرفي هيدا الشيء اللي على طول انا بسمعه، يعني انه انا يعني بتجي زبونه اللي عندي بتقول لي بدي مثل هيدا المكياج الناعم، بقول لها انا انه انا بالنسبه لي هيدا ما بيكون مكياج ناعم، بس العالم بتشوفه على طول ناعم، لانه انا بطريقه مكياجي ما كثير برسم الوجه وما بحدد المكياج. هيدي كثير مهمه انك لما تكون يعني باوروبا حتى لو كان مكياجهم كثير قوي، بس بنحسه على طول انه خفيف، بيكونوا على الريد كارب، مشان هيك عندهم هيدا الصيت انه مكياج اوروبي كثير ناعم. مع انه هلا الموضه السنه الشتويه كان المكياج كثير قوي، يعني بنشوف على الريد كاربت او بنشوف حتى بالرانواي بنحس انه في كثير مكياج قوي وفي الوان كثير قويه. بينما اللي بيختلف عن الشرق والغرب بالتحديد، يعني عندنا نحن الميك اب ارتست بالشرق كثير بيحددوا او بيرسموا، في رسم للحواجب، في رسم للعيون، هول اللي بيخلوا المكياج يبين كثير قوي. بينما لما يكون المكياج كله مشغول بطريقه مغبر او بطريقه يكون منه محدد، هيدا بيعطينا طابع كثير ناعم. فادي قد ايه بيساعدك نوع البشره؟ يعني اذا سيدة بتهتم ببشرتها كثير محافظه على حالها، بيساعدك انك تظهر الميك اب كمان بطريقه افضل؟ طبعا من اهم الاشياء للسيدات انه ينتبهوا على السكن، لانه هيدا الشيء بخلي انه نعطي نتيجه احلى بالمكياج، وبخلينا قد ما فينا نخفف لايرز عن الوجه بنخفف لايرز عن الوجه. وهلا السنه كان كثير دارج الجلوي فيس، بقى الجلوي فيس اذا ما كان ما عندك وجه هيلثي وما في حبوب وما في اي شوائب، سو هون بتقدري تعطي الوجه جلوي انه يكون بطريقه حلوه. مثل الشيء اللي عم نشوفه هلا بدعايه اللي نزلت بفتره الاعياد، على فكره كثير حلوه هالدعايه، كيف تحت اللي اشتغلت عليها؟ هون مثل ما بنشوف الوجه كثير جلوي، بنحس انه اللايرز اللي موجودين على الوجه هن منهم لون واحد، بنحس انه في بون ستراكشر ظاهرين، بنحس انه في كونتورينج، في هايلايتنج، في ستروبينج، كله موجود بالوجه بس موجود بطريقه ناعمه ومش محدده، يعني بنشوف الخدود كيف معمل لهم الستراكشر، كيف مرسومين بطريقه كثير ناعمه. هون كمان بنشوف الالوان النيله والازرق والاخضر، هن ثلاث الوان موجودين مع بعضهم، كمان ما بتحسيهم انه كثير هالقد انه عم تشوفي انت اخضر ونيل وازرق، ما تتقبلهم، بنشوفهم كثير منسجمين مع بعضهم. وهلا كان كثير دارج الميرميد لوك، بقى حبيت كمان اعمله على السنه الجديده. طب السبايا عادة بيتقبلوا يعني هالميك اب النيلي الاخضر؟ بتلاقي معقول مؤخرا مش حكذب عليك، تعودنا انه صرنا كانه بدنا نطلع كل الوقت بالوان طبيعيه ناتشرال نود كولرز. هول الالوان بعضهم موجودين على الساحه واكيد ما بيختفوا، لانه هالالوان الوان كلاسيكيه.
بس اذا بدنا نروح شوي نكون شوي مميزين عن غيرنا، لانه مثل ما عم نشوف هلا مؤخرا بنحس كل السيدات صايرين شوي بيشبهوا بعضهم باللوك. يعني مش نفس الالوان ما خص الميك اب هن الاثنين يعني عم نحس انه نفس الالوان وين ما بنروح بالاعراس او بحيلا ايفنت بنلاقي كل السيدات حاطه صح الالوان الترابيه. بس حلو اوقات لما يكون عندنا سهره او لما يكون عندنا عرس نفوت شوي مميزين عن غيرنا. يعني هلا انا كتبت لك على انستا انا بدي لما شفت الاي شادو الاخضر قد ما تحمست، بس بدها جرأه شوي او بدها جرأه. نحن بالقبل كنا معودين نحطهم يعني اوريدي هن كانوا دارجين بالثمانينات يعني، هلا عم بيرجعوا يرجعوا لانه الموضه عم بتعيد حالها كل سنه. سو السنه في تكرار كثير لحتى ربيع. بدك تسالين عن الوان الربيع؟ صباح الخير. صيف وربيع، ربيع وصيف. بنشوف انه السنه بالربيع وصيف 2016 دارج بعض الدارج الازرق، دارج الالوان الاقوى دارج كثير. بنشوف انه كمان الاي لاينر بعده موجود، حتى موضه الجرانج كمان رجعة قوية، الجرانج اللي هو السموكي اللي كتير قوي. سو منشوف اشياء عم ترجع تتكرر على طول، بس عم تتكرر بطريقة شوي مستحدثة اكتر يعني بتناسبنا هلا اكتر. يعني الاشياء اللي كنا بنعملها بالثمانينات راجعة هلا، بس منشوفها انه رجعت هاي الشتوية، بس منشوف رجعت ب طريقة شوي مصغرة يعني. طيب فادي تلقائيا بس نقول مثلا كمان الموضة الثمانينات بالتياب هي كمان رجعت، بس ترجع الموضة بالتياب كمان انتم بتتبعوا هالشيء بالميك اب ولا مش بالضرورة؟ لا اكيد بنتبع بلا يعني. هلا بنشوف انه كل السنين اللي هلا قطعت مثلا مثل كمان رجعوا بالستينات عم ترجع تتكرر والسبعينات، سو هلا عم بيرجعوا يتكرروا، كمان عم بيرجعوا يتكرروا بالموضه. وهلا في صرخه كثير كبيره لعوده المكياج القوي، يعني حتى بامريكا بستيتس بحياتهم ما كانوا يعملوا مكياج او ما كانوا يهتموا بالمكياج. هلا بنشوف انه السوشيال ميديا كلها بالستيتس كل البنات عندهم هجوم كثير قوي على المكياج. هلا الاقتصاد كثير واطي، الايكونوميك هيدا، وما قلنا غيركم انتم السيدات او قلنا الايكونوميك، فمشان هيك عم يرجعوا يدرجوا هالموضه لحتى الصور. مش بس مزاجة الوان يمكن مش معودين نشوفها مع بعض، النيله الاخضر وهالالوان القويه، حتى لون حمرة يعني لاحظنا الكونتور غامق عم بيكون وفتحت من قلب الشفاف. هلا اذا بنتذكر قبل بالثمانينات والتسعينات كان درج كثير الكونتور، هلا انه بما انه صرنا شوي مستحدثين اكثر وعم نجدد المكياج صار عندنا الامبري لبس امبري، يعني الشفاف يلي بنحسها بتبلش بالغامق وبالنص بتفتح. هيدا بعتقد عوضا عن الكونتور، يعني طب ما نرجع نحط كونتور بقى صار عندنا هلا الكونتور لون شكل والحمرة لون شيء ثاني كمان. صار عندنا الشفاف يلي بنحسهم امبري ببلشوا غامقين وبيفتحوا بالنص، هيدا الشيء كثير دارج وحيضل كمان حيستمر معنا لربيع وصيف 2016. حتى كمان الاحمر يعني بعده دارج بقوه، والالوان الاحمر متدرجه يعني بنحسها شوي على فوشيا بنحسها شوي على اورنج. سو كمان بعضهم موجودين. وهلا على دبي مع الفنانه انغام وايضا الفنان نوال الكويتي، وكيف رح تقدر تطلعهم بمهرجانات دبي بهيك؟ هلا انغام اوريدي اشتغلت معه لاول مره بستار اكاديمي، وحفلة دبي عملناها نهار هلا من يومين بعدنا انا جاي من دبي، وعندها هلا نوال الكويتية كمان بمهرجان دبي. بتكون حاطط براسك كيف بدك تطلعهم لانه مهرجان وبيكون في عجقة مسرح ايه اكيد يعني ولا بتنطر شو بيطلع معك؟ بكون اكيد حاطط براسي يعني اكيد. انغام اشتغلت مع اوريدي قبل اول مرة كنت بعرفها بالستار اكاديمي، وهلا كمان بحفله دبي اكيد كنت حاطط براسي شو بدي اعملها، بس تاكدت اكثر لما شفتها وشفت شو لابسه. سو الفكره كلها بتكمل لما تشوف اللوك. طيب فادي الميك اب مع الفنانين تقريبا قد ايه بياخذ معك وقت؟ يعني بيقولوا مرات مثلا ثلاث ارباع ساعه ونص ساعه الميك اب العادي، مع الفنانه قديش بتعطيها وقت؟ ليكي بتاخذي وقت، يعني انا باخذ وقت تقريبا شي ساعه ونص. ساعة ونص. أنا أول شيء بحب مزمز على المكياج. أوكي. فنجان قهوة. بحب آخذ وقتي لأنه بحس إنه التصوير يعني بده كثير اهتمام وبدك كثير تعرفي تشتغلي على كيف
كيف تكسر الوجه وين تحط الهايلايت بالنص الكونتورينج انت كثير بتحب الكونتورينج هلا ضعفت مش الحال ما بقى عم بعمل كونتورينج كثير مهم انه الواحد يعرف يعمل كونتورينج لوجهه بس كثير مهم بنفس الوقت انه ما يخلي هذا الشيء ظاهر للاسف انه قد ما في ضجه الكونتورينج على السوشيال ميديا صرنا اوقات بنلاقي نسوان بالمول مثلا عاملين كونتورينج ورايحين على المول ومبين هذا الشيء هذا الشيء ما بيخبي الديفو هذا الشيء بيظهر الديفو اللي هو موجود طب انه شو بتعمل بتحط مكياج موسيقى معينه شو كيف الاجواء بتكون شو بتحكوا انت والفنانات لك انا نوعي ما كثير بيحكي هلا هون بتشوفوني بحكي كثير بس انا بالاجمال ما كثير بحكي بحب اسرد هيك بحب اسرد على الوجه بحب اطلع على بعيد شوف وين لازم فتح وين لازم غمي بصور يمكن برجع بشوف بالصوره اذا في شيء لازم يتظبط يعني على شخصية لانه على بالي اعرف مثلا نانسي كثير يعني بنحسها طفله كيف مثلا بتقدر مرات بنشوف انه بتقوي لها الميك اب شخصيتها بتلعب دور مثلا تتقرر كيف يطلع نوع الميك اب نانسي شخصيتها كثير بتلعب دور قويه يعني نانسي حتى لو كان المكياج كثير قوي على وجهها العالم كمان بتشوفه خفيف وعلى طول بتشوفها ناتشرال اكيد نعمل مكياج ناتشرال نعمل مكياج قوي بس شخصيه نانسي هيك الزغطوره والطيوبه والمهضومه على طول بتطغى على المكياج تيبين انه هو على طول ناتشرال مزبوط شو ما عملت للفنانات وللسيدات ان شاء الله دائما هيك بتجملنا وبتبرزنا على طبيعتنا مثل ما عودتنا بالمكياج الخاص فيك يا فادي ورح نستبقيك لانه اليوم ضيفتنا دلال كنج محضر لنا شيء ولا اطيب من هيك يلا شو ما اسمك يلا كيفك انت والكراب؟ انا والكراب انا مع الاكل مالح. كله طيب اوكي يلا يعني انا درست طيب مثل ما بقولوا بتطبخ كمان طيب؟ لا ابدا بيضة ما بعرف اقلي بدك تصير تسمع دلال كل الحلقه الثانيه على الراديو شو يا دلال شو محضرتي لنا اليوم بشكل سريع؟ عملنا كريب وزيتينار مثل ما سبق وحكينا اشتغلنا بعجينه الكريب وضعناها على جنب عملنا الصلصه البيضاء ولوحنا البصل والثوم مع السبانخ المجلد او الطازه مزجناهم سوا يعني مزجنا الصلصه البيضاء مع السبانخ مثل ما عم تشوفوا لفيناهم بس هي فينا نقدمها هيك مثل ما فينا نوضعها بقلب فيركس تندخلها على الفرن نحط لها شوية كريم فريش تصير أطيب أكيد ونغطيها بالموزاريلا والبنيان صحتين دلال كل يلي بحب يتواصل معك بيعمل لك أد خلص عفوا كيف بيتواصلوا معك إلنا صلوا قد إيه إلنا؟ أربع سنين هلا كيف بيتواصلوا؟ بيعملوا لي أد على الفيسبوك دلال كنج أو بيكتبوني على تويتر جوجل أو لايك وين ما كان ميرسي كثير لحضورك معنا بنشوفك بالقلارات بالإنرجي فادي ثانك يو دايما بنستمتع بحضورك معنا ان شاء الله بتروح بترجع بالسلامه وبنشوفك قريبا جدا اهلا وسهلا فيك ولهون بنكون وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا بنتشكر كل اللي تابعونا ما تنسوا تلاقونا بكره بحلقه مميزه جدا اذا الله راد انا وساشا وبلال باي باي